احكي لي الوضع الاقتصادي ده. احنا بنحاول نفهم الناس يا جماعة والله ده يعني تضخم مستورد، مسبباته ايه؟ وبالتالي ادى الى هذه الانعكاسات عندنا في مصر ازاي؟ والقرارات اللي بتاخدها الدولة حاليا دي بتؤدي الى ايه؟ بص هقول لك انا بضحك ليه يعني على على كلمة تضخم مستورد دي. ليه الموضوع بيضحكني؟ احنا دلوقتي بقى لنا كذا يوم بنقول التضخم ده جاي من بره، أيوة. تمام، وهو صح جاي من بره، صح. حلو، تروح بره بقى تتكلم مع بره، ده بتوع بره دول البنوك بره ومؤسسات بره، شوف تقاريرهم وهم شايفين الموضوع ازاي. طيب هم نفسهم مش عارفين التضخم ده جاي منين. هقول لك مثال، في خبر معانا من بلومبرج، يا ريت بعد اذن الزملاء يعرضوه معانا، انا بعته لهم عشان يقول لك قد ايه ان الدنيا بره بره دي. واحنا بنتكلم عن مثلا حاجه ضخمه، مؤسسه ضخمه زي الفدرالي الامريكي، طبعا البنك المركزي الامريكي. اه انه البنك المركزي الامريكي نفسه ماشي كده يعني ببركه دعاء الوالدين. انا بكلمك حرفيا وانا عارف انا بقول ايه. شوف التقرير اللي هيظهر كده قدامنا والعنوان بتاعه. لا التقرير بلومبرج. التقرير يا اولاد مش نماذج معادله التضخم حول العالم دي هنجيبها. الولايات المتحده 7.9، روسيا 9.1، يعني اليورو مجموعه اليورو 5.8، بريطانيا بالتحديد 5.5، الصين 0.9. لا الصين دول ايه يا نجوم، دي حاجه غريبه. البرازيل 10 الصين كوكب، حاجه غريبه والله العظيم. البرازيل 10.5%، الهند 6%، بيلاروسيا 10%، ومصر 8.8%. يعني مصر اقل من البرازيل، اقل من بيلاروسيا، قريبه شويه من روسيا الاتحاديه. يعني احنا حتى فرق ما بيننا وما بين امريكا 1% بس في معدل التضخم. احنا ماشيين مع المتوسط العام في التضخم. حلو، عبال ما يجي الخبر انا هديهولك ويا ريت حضرتك تقراه العنوان بتاعه عشان اوضح فكرتي. The Fed اللي هو الفيدرال بانك، يعني أيوة. البنك الفيدرالي الأمريكي. The Fed is basically just guessing about interest rates، يعني أنه فقط يحاول أن يخمن هو فين سعر الفايدة، سعر الفايدة اللي احنا عايزين نوصل له. يعني هو إيه دلوقتي يخمن الفيدرالي الأمريكي، هو مش عارف بالظبط كده، اللي هو لأول مرة الفيدرالي الأمريكي يوصل بيه الأمور أن هو مش عارف فين أصلا معدل التضخم ده أجيله منين ولا أمسكه إزاي. هو ايه الفكره؟ لما التضخم بيرتفع البنوك المركزيه بتحاول انها تتدخل عشان ترفع سعر الفايده. ترفع سعر الفايده زي ما حضرتك شرحت الشرح المتميز اللي عملته امبارح على خريطه العالم. انا كنت بتفرج جدا، الشرح المتميز ده خلاصته ايه؟ هو نفس الكلام فعلا، ده كلام الاقتصاد. التضخم بيرتفع فاحنا عايزين نلم السيوله من السوق، نغري الناس اللي معاها فلوس انها تحطها في البنوك. لما ده يحصل الناس تدخر اكتر ما تنفق فلوسها، فنهدي شويه حرارة التضخم دي، نهدي شوية سخونة الاقتصاد، نهديها شوية. المشكلة دلوقتي انه حتى التضخم اللي جاي من بره ده بتوع بره مش فاهمين اصلا ان هو يتعالج ازاي، ولا فاهمين ايه مسبباته واصوله، لان المشكلة بقت معقدة جدا. يعني اللي بيحصل ده لا حصل في الكساد العظيم، ولا حصل في الأزمة المالية العالمية، ولا حصل في أي أزمة قبل كده. احنا مش بنتكلم، وده جزء برضو من الملاحظات بتاعتي على أوصافنا وطريقة توصيفنا وسردنا للقصة. يعني اول ملاحظه عندي بتاعت التضخم المستورد، يعني المستورد ده بقى منين بقى وفين وعامل ازاي وجاء امتى مش عارفين. التاني ملاحظه عندي ان انا بشوف ايه، انه لما يعني كنت بسمع مثلا وكيل لجنه الخط الموازنه قبل الفاصل كان سيادته بيتكلم عن الازمات اللي احنا مرينا عليها، فبيتكلم عن احنا عندنا جائحه كورونا، بعد كده جت الحرب الاوكرانيه، والسرديه او القصه عموما بتروى هكذا، يعني احنا عندنا جائحه كورونا بعد كده حاطين عندنا ازمه الاوكرانيه. بس الموضوع مش كده خالص. السنتين اللي فاتوا دول حصل فيهم ما هو أسوأ وأكثر كارثية من كده. يعني مش هي بس الجائحة ثم الحرب، لا لا، في النص مجموعة مصائب وكوارث، وده اللي خلت موضوع التضخم معقد جدا ومحدش فاهم هو بدأ إزاي. طب فكرني لو أنا غلطان أو صححني لو أنا غلطان ونفتكر سوا. قبل الكورونا كانت المؤسسات المالية الكبيرة بتكتب في تقاريرها أن العالم مقبل، الكلام ده في 2018-2019، العالم مقبل على أزمة اقتصادية جديدة شبيهة، وصفوها شبيهة بأزمة 2008 اللي حصلت في أمريكا. بالظبط، هو في وقتها كانت أقصى تقدير ما يوصلش ل 10% من اللي بيحصل دلوقتي. يعني كان في أزمة بمعنى إيه؟ مش أزمة اللي احنا شبه اللي احنا عاملينها، لا، كانوا يقصدوا بيها إن احنا ندخل على موجة ركود، انه الاقتصاد العالمي زي اي، مش بس الاقتصاد العالمي، اي اقتصاد بيمر بدورات، صح، دورات زي دورة الانسان عموما.
ان الامور بتحقق انت نمو في نمو في نمو، بعد كده الكيرف يفضل يبدا يعلى يعلى يعلى، بعد كده يبدا ينزل ينزل ينزل، بالذات في البورصه يعني بالذات اسواق الاسهم. فعشان كده كانوا بيشبهوها بازمه الرهن العقاري في 2008 بالزبط. لكن ان الازمه تخرج من البورصه وتستفحل بهذا الشكل، يعني انت الاول عندنا في ديسمبر 2019 ظهر الفيروس في الصين، هذه دي اول ازمه خلاص انا ما بعتبرهاش انه جائحه كورونا كده، لا دي لوحدها ازمه. حلو. بعدها ايه اللي حصل؟ احنا عندنا من اول يناير 2021 بدا يظهر عندنا ازمه جديده اللي هي ازمه ايه؟ تضاعف تكلفه الشحن البحري. ايوه. ليه؟ ايه اللي حصل في تكلفه الشحن البحري؟ فجاه كده بدل ما كانت الحاويه الكونتينر اللي بيتكلف ان هو وانا كنت مع حضرتك في شهر ديسمبر شرحنا الحته دي. صح. اللي كان بيجي بيتكلف $1,000 بقى يتكلف بال 12 و 13,000 13 ضعف. ده مش طبيعي. ليه؟ ان الناس عايزه تشتري سلع كتير قوي ومفيش كونتينرات كفايه تكفي كل الطلب ده. ايوه. طيب ادي دي اول ازمه اتفاجئ بيها العالم، ان الكونتينرات عددها اقل بكتير من احتياجات العالم. تاني ازمه بعد كده ان احنا بدا يظهر عندنا ازمه سلاسل الامداد، انه في مشاكل في الرقائق. ايه الرقائق دي وايه قصتها؟ قصه طويله بنحكي فيها، بس هي بتدخل في كل الاجهزه. طيب كل الشركات المصنعه ليها حصل لها لخبطه في كورونا، فخطوط الانتاج بدل ما كانت بتشتغل على مثلا العربيات بتعمل رقائق الكترونيه للعربيات بتشتغل التليفونات. برافو عليك. فتغيير خطوط الانتاج ده عمل لخبطه كبيره، فلما الناس رجعت تاني تحتاج العربيات وتحتاج الاجهزه الثقيله ما بقاش في رقائق تكفي، فعندنا ازمه في الرقائق. الرقائق اللي هي داخله في الطيارات وداخله في الثلاجات والتلفزيونات وفي الاسلحه وفي كل حاجه. بعد كده عندنا ازمه ايه؟ ظهر بقى فجاه على مثلا يونيو 2021 بدا يظهر قدامنا مشكله النفط. انه برميل النفط بدا يزيد زيادات، واوبك بلس مش عايزه تزود الانتاج بالشكل الكافي، كانوا بيزودوه بس بيزودوه بشكل بطيء شويه، والعالم بيطلب زيادات كبيره بس ما كانوش هما بيستجيبوا لاسبابهم، عندهم اسباب ومبررات ملناش علاقه. فبدا برميل النفط كان ب $40 بدا يظهر ارقام جديده 50 و60 و70. بعدها الغاز بالذات في اوروبا، لان يعني هي اكثر مستهلك للغاز. الغاز بدا يتضاعف سعره، كان ب 20 يورو لكل ميجا وات ساعه، ده سعر العقود الغاز لحد شهر اغسطس اللي فات. بدا نشوف ارقام غريبه 70 و80 و90 وكسر ال 120 يورو بعد الازمه الاوكرانيه. طبعا 180 و200 دي ما لناش دعوه بيها، لانه كان في طلب عالي على الطاقه، وده ادى الى ازمه ما نطلق عليه العقود الاجله. بالظبط. وفجاه اوروبا اكتشفت ايه ده؟ ده احنا مش مستعدين ننتقل للطاقه المتجدده، ده احنا ما عندناش اصلا موارد تكفي. اصل هم سخنوا، جت عليهم فتره سخنوا كده، يلا بقى اقتصاد الاخضر والانبعاثات، يلا نحارب وهنوقف بقى، وقفوا كل الاستثمارات الهيدروكربون الملوث ده الوحش ده. فلما اصطدموا بطلب عالي جدا في اغسطس بالذات، طلب عالي جدا على الغاز، اكتشفوا ان هم ما عندهمش بدائل اصلا من الطاقه المتجدده، لا من الرياح اللي في بحر الشمال ولا من الطاقه الشمسيه، ما عندهمش طاقه شمسيه اصلا لان الشمس اساسا هي اوروبا غير مشمسه، ولا عندهم اي مصادر كافيه ولا من الميه حتى التوليد الكهربائي. فاتفاجئوا واتصدموا انه احنا ما عندناش مصادر كفايه. المشكله كمان ان اللي بيطلع ما بينزلش، يعني الحاويه اللي احنا اتكلمنا عليها دي في يناير لحد دلوقتي ما نزلتش، برميل البترول لحد دلوقتي ما نزلش، يعني احنا لسه يعني كنا عند 40 ده احنا بعيد عنه 3 مرات، احنا دلوقتي عند 115. احنا بعيد عنه 3 مرات، وعمرنا طول من ساعه ما زاد من يونيو اللي فات لحد النهارده ما قربناش من مستويات ال 40 ولا 50 ولا 60، احنا بنتكلم في 80 وانت طالع للدولار للبرميل الواحد. بعدها حصلت ازمه المحاصيل في سبتمبر، بدا فجاه كده منظومه الفاو تطلع، لاحظت كده انه في انتاجيه المحاصيل مش طبيعيه، اقل من العادي، لانه في ازمه في حاجه غريبه في الجو في الطقس اللي هو يعني التغير المناخي. فجاه برضو اتصدمنا انه في فيضانات في المانيا ارتفاعها 6 أضعاف الطبيعي. هو بيحصل فيضانات كل سنه بس مش بالشكل ده. لقينا في انهيارات في التربه، فده طبعا اثر برضو في مناطق في البرازيل كانت المفروض تبقى مشمسه نزل عليها جليد. الارجنتين من اهم منتجي الحبوب، روسيا نفسها حصل فيها حاجات غريبه، قللت انتاج العالم من الزراعه من الحبوب بالذات والمحاصيل الزراعيه. فشوف كم ازمه ما بين الجائحه والحرب. كل ده حصل، 5 أزمات وخمس كوارث كبيره جدا عقدت الامور لدرجه ان البنوك المركزيه الكبيره النهارده ما بقتش فاهمه هو هنحلها منين ولا منين، عارف اللي هو جيت اظبط الجاكيته بنطلوني البنطلون ضرب
هي بالظبط هو كله رفع فوائده. يعني انجلترا رفعت فوائدها، البنوك المركزيه في الاتحاد الاوروبي رفعت فوائدها، البنك الفيدرالي الامريكي رفع فوائده. تيجي هنا فوائده. بقى تيجي هنا للنقطه دي. طيب تسال سؤال، هو اي بنك مركزي النهارده سؤال المليون دولار، ازاي ارفع الفايده فاكبح التضخم من غير ما اذي النمو الاقتصادي؟ جاوب لي على السؤال ده، استاذنك كما جرت العاده بعد الفاصل. طب انا بس هستاذن زمايلي بسرعه كده، عايزين ننزل سلايد كده اهو بتاع تراجع سعر الصرف في الاقتصاديات الناشئه، تراجع سعر الصرف في الاقتصاديات الناشئه. نرجع مره ثانيه لخبيرنا الاقتصادي محمد نجم. اهلا وسهلا. قلت لي طيب احنا يا ترى هل ترى هل البنوك المركزيه في العالم لما هتيجي ترفع سعر الفايده وفي نفس الوقت تحاول انها تقلل من الاضرار التضخميه، هل ده هيبقى الحل اللي هتقدر تعمله؟ ولو هتعمله هتقدر توزن الدنيا ازاي؟ هو بسبب الخوف من الاجابه على السؤال ده، الخوف من انه البنوك المركزيه خايفه حوالين العالم ان هي تاخد قرار غلط، فقعدوا يتاخروا في رفع الفايده، تاخروا كتير جدا. يعني الفدرالي الامريكي بيتكلم من سبتمبر اللي فات ان هو بيفكر في التعامل مع ازمه التضخم برفع سعر الفايده، بيفكر صح. ده مقدار الرسم اللي انت طلبته، مقدار تراجع سعر صرف عدد من عملات الدول الناشئه. الليره التركي 90%؟ ده حقيقي. هنا الفكره هنا ايه؟ انه في ناس بتشكك يا استاذ يوسف انه هذه الازمه الحاليه وتراجع سعر صرف الجنيه دي مش حرب الاوكرانيه ومش ازمه عالميه، انتوا بتتحججوا وانه دي ان احنا عندنا مشاكل داخليه في الاقتصاد بتاعنا، في جسد الاقتصاد المصري هناك خلل، وانتوا بتتغطوا او بتتحججوا للازمه الاوكرانيه. فانت ببساطه جدا ترد ازاي؟ انه هو اللي حصل للجنيه ده حصل له هو لوحده؟ يعني كل عملات العالم اللي شبهنا اللي هي الاقتصادات الناشئه اللي هنا بنسميها الايمرجنج ماركتس، هل دي كلها بتطلع والجنيه بينزل؟ لا، ما كله عمال ينزل. تركيا وروسيا وباكستان وتشيلي ومصر والهند والارجنتين وكولومبيا وكازاخستان وطاجكستان وتايلاند، كله يعني اغلب الدول كمان اللي معانا ده في التشارت ده عندها احتياطي نقدي اكبر من مصر. طبعا. ومع ذلك التراجع اللي حصل في الجنيه المصري هو ماشي مع المتوسط العام، في كمان عملات تراجعت اكتر بكتير. طب بلاش الروبل الروسي ده، روسيا عندها احتياطي نقدي 630 مليار دولار، 630، وبرضه ده ما كانش كافي ان هو يحمي العمله قبل ما يدخل الحرب. مصر 40 مليار دولار فقط هو الاحتياطي النقدي بتاعنا. الهند 500 مليار دولار، ومع ذلك الروبيه الهنديه برضه نزلت عادي. يعني التذبذب كان طبيعي جدا، كان متسق مع الظروف العالميه، تراجع الجنيه المصري في اليومين اللي فاتوا دول كان لازم يحصل عشان نقول للعالم ان احنا ماشيين مع الظروف العالميه، انه مش هينفع ان احنا نرجع لفكره ان احنا ندعم العمله بقى ايا كانت اللي بيحصل، ايا كان الظروف، ايا كان معدل السيوله والنقد الاجنبي. والاهم من كده ان احنا بنقول للمستثمرين الاجانب اللي حاطين فلوسهم عندنا، اللي لما سمعوا ان الفدرالي الامريكي والمركزي الانجليزي رفعوا سعر الفايده فهم عايزين يهربوا بقى، مش يهربوا، يجروا بقى بسرعه ياخدوا فلوسهم من مصر ومن الهند ومن الصين وتركيا ويقوموا حاطينها في امريكا وانجلترا عشان هناك بقى سعر الفايده اعلى. ايوه، عشان هناك حقق مكاسب اكبر وزيرو مخاطر. احنا قمنا لاحقين الموقف، وهنا بقى بنتكلم عليه، احنا ده رد الفعل الاستباقي قبل ما هم يخرجوا، قبل ما تحصل الازمه، ان احنا بنقول لهم ان احنا استنى، خليك وخلي فلوسك هنا في مصر، ولما احنا نرفع سعر الفايده انت هتاخد ارباح اكتر حتى لو في ريسك اعلى. فاحنا هنا بقى في صراع على الايه؟ على ان انت مين يحافظ، مين الدوله اللي تقدر تحافظ على المستثمرين عندها. واي مستثمر هو بيبص على الربح الاكبر. لو انت هتقدم له ربح اكبر فهو هيفضل عندك. لو انت هتفضل تدعم بقى، لو احنا كنا فضلنا بقى ندعم الجنيه كنا هنخسر مليارات كتيره جدا. طبعا. وكان الناس هتخرج من عندنا هتروح لدول تانية بتقدم سعر فايده احسن، هيروحوا للبرازيل اللي النهارده سعر الفايده 12.5%، احنا لسه بعد كل ده احنا 9.5 9.5، يعني اقل من دول كتيره. تركيا سعر الفايده طبعا حاجه 20%، تركيا 25% لو انا متذكر مظبوط. بالظبط. دول كتيره جدا، تايلاند وبالذات جنوب شرق اسيا كلها عندهم سعر فايده احسن مننا، عندهم تضخم اقل فسعر الفايده الحقيقي اعلى، ففي ناس كتير بتنافسنا، فبالتالي احنا كنا هنبقى في موقف صعب جدا. فالنهارده احنا اللي بدانا ان احنا نستبق الموقف ده، ان احنا نقول للناس المستثمرين اللي معاهم دولارات خليك زي ما انت، واللي جوه مصر
اللي هو المقيم بقى، المواطن المقيم بقى جوه مصر اللي معاه دولار، انه فكره ان انت تنتظر وتضارب بقى وتستنى بقى ان سعر الصرف ده يطلع، ده مش هيحصل. انا بنصحه بلاش، لان مش هيحصل. حصلت في 2016 مش هيحصل. بس كده انا اعتقد انه هينزل تاني طبعا، ده اكيد. في انا في وجهه نظري في جنيه لجنيه ونص خوف ومضاربه، ملوش اي معنى. الله ينور عليك. ملوش اي معنى ولا اي لازمه خالص. يعني هو لو طلع من 15 ونص ل 17 ده كويس جدا بالنسبه للمستثمر، سعر توازني لكل الناس، توازني جيد للمستهلك والمستورد وللمصدر وللمستثمر وللحكومه. الحكومه كمان ان هي اكبر حامل للدين طبعا، فطبعا الحكومه كمان متضرره لو الامور خرجت عن السيطره في سعر الصرف. فبالتالي في جنيه لجنيه ونص هلع خوف مضاربه من الناس بتحاول تتاجر من الازمه. فبالتالي الازمه باختصار الوضع، هم بره حتى او التضخم مستورد، هم بره حتى الوضع معقد جدا، الدنيا مكلكعه، ما حدش حتى فاهم في امريكا ولا انجلترا ولا اوروبا ازاي نحل ازمه التضخم. فده معناها طالما هم بره مش عارفين هيحلوها ازاي، ده معناها ان الازمه مكمله. فاحنا الاجراءات اللي احنا عملناها دي بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نستبق، طالما الازمه مكمله وطويله الاجل، فاحنا بالاجراءات دي ان شاء الله نقدر ان احنا نتاقلم معاها، لان هي مطوله، مش هتقعد شهرين وثلاثه، لا هتقعد كتير، سنه وسنتين. انا في وجهه نظري سنتين هنفضل في الوضع ده الغريب ده وعدم اليقين والضبابيه. فباذن الله ان احنا وجهه نظري ان احنا في السنتين دول هنتاقلم بشكل جيد وهنقدر نتعامل معاها بشكل جيد. موجه وتعدي. بالظبط كده باذن الله. ان شاء الله. انا عايز اشكرك جدا 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 على وجودك معنا النهارده. ربنا يخليك، شرف وشرفت وافدتك كمجرة العاده، ده احنا اللي متشرفين. اشكرك كل جداً. شكر ليك خبيرنا الاقتصادي الاستاذ محمد نجم.